نرجع اكيد لسهره الميركستور بدوره ال15. بدي رحب اكيد بالاعلامي مسيو فرنجي. شكرا، مساء الخير، يسعد مساكي ومسا كل المشاهدين اللي عم بيتابعوا. بلشوا التحضيرات يعني يفوتوا باجواء سهره الميركس ال15. ربان نحن تعودنا نشوفك كل سنه بسهره الميركستور، وحدتك خاصه من لجنه التحكيم، فشو رايك كان بالاعمال السنه؟ كان في منافسة كبيرة، يعني سنة عن سنة عم بيتطور القطاع الدرامي بلبنان، السنة فاتت فئة جديدة إلى الدراما اللي هي نجوم العرب بالدراما اللبنانية، وهيدا دليل خير. سنة عن سنة عم بيكون في كثافة أعمال، الغربالة عم بيكبر، الاختيار أصعب، يعني أداء بشفافية أكثر، يعني ما عاد في إمكانية تحكمي بس على مشهد ومشهدين للممثل، المنو حاضر من أعضاء اللجنة، يعني المسلسل من أوله لآخره من ألافه ولياقه عم بيلاقي صعوبة كيف يحكم يعني ضميره، كيف يعني يطلع نتيجة، لأن المنافسة صدقيني عم بتكون على صوت وصوتين، ومرات يعني عم نحتار بنتائج التعادل، إضافة إلى أنه في أعمال فرضت حالة، يعني مثل ما بيقولوا تلميذ بالمدرسة ديسبونسي، كان في ديسبونسي أعمال منها لحالة فرزت حالة، أنه هالأعمال يعني بالإجماع متفق عليها هي الأولى، ما بدها غربال ولا بدها تحكيم بإجماع كل اللجنة، أما في أعمال فكانت مثل ما بنقول باللبناني على المنخار. مرسي كتير، نتمنى لكم أجمل أوقات. مرسي مرسي كتير، thank you. رح نبقى مع مذيعات المستقبل للما لواند، يعني امتى كان معك وقت كنت عم تفتي معنا كل الوقت لتنقي هيك دراس؟ ما عم بفهم. فعلا اول شيء بتعرف انه انا كثير مبسوطه اكون عم ببرم معكم، واليوم فعلا طالعين كثير حلمين، مش بس لانه انا ام سوبرفايزنج، في اكيب كمان ورانا عم اشتغل، جبران العيدي وكل الشباب يعطيهم الف عافيه، بس انا اجاني وقت جنه وقت معلي بيطلع بيطلع لي درس الحلو كل شيء اليوم اللي بيستيلا مع جان فارس. انا لبسي جان فارس كوتور، فستان رائع. عنا جاد جهاد حباش اللي مقدم لنا جزدين هاند ميد بالبيروت بعقد من عند روز لاسيم، رائع. شعرات وميك اب اكيد ميشيل ليون، والصيغة يبرم، يعني يبرم. سؤال سريع قبل ما تفلي، راضي عن اللوك تبعنا كلنا؟ انتو شو انتو شو حاسين؟ شو حاسين انتو؟ راضيين راضيين راضيين. وبتصور انه اليوم رح نشوف كثير جمال على الريد كاربت، والبيركس السنة كمان غير بكل شيء، بشكلكم بمضمون الحفلة. ثانك يو لما، حنشوفك جوا اكيد. اوكي باي باي، ثانك يو. برجع معكم ومعي هلا الزميله والاعلاميه المتالقه على تلفزيون المستقبل غاده ابو عدا الحسون. بونسوار غاده. بونسوار لك غاده، منين بدي بلش اتغزل فيك؟ فستانك، طلتك، خبرينا اليوم مين اهتم بهالاطلاله. ميرسي بوكو لك اكيد، وخليني اقول حي كل اللي عم بيتابعونا اليوم عبر شاشه تلفزيون المستقبل. الحقيقه اول شيء اطلالتي بالفستان بدي اتشكر كثير سعيد قبيسي يلي صار عدة مرات عم تعاون أنا وياه، وعن جد أنه كل الفساتين حلوين، مرسي لقاله كتير. بقية اللوك أكيد بدي أتشكر فريق عمل كمان تلفزيون مستقبل يلي موجود معنا اليوم وعم بيتعبوا كلهم بجهد كتير كبير، والباقي من الله. الجمال الداخلي طاغي على الجمال الخارجي. غادة بنتمنى لك كل التوفيق الليلة، تفضلي. بدي اكيد اتاهل بالسيسترز شباني رينا ورومي، اهلا وسهلا فيكم بهالليله الحلوه امسية الميركس دور. قبل كل شيء يعني بدي ما في الا ما اتغزل بالفساتين صراحه، يعني مين المسؤول عن هالاناقه؟ اليوم نحن لابسين زهير مراد. انا كنت ورا زهير مراد. حضرتك كمان عن الشعر عن الميك اب عن الفستان الحلو، كيف تنسق بيناتكم تلاقي لكم تقريبا نفس الفستان؟ نحن دائما بنكون يعني بنحب نكون كثير اوموجين بين بعض، بس انه بذات الوقت بيفرقوا بالديتاي الفساتين. بالنسبه للميك اب سامر خزامي، والشعر توني مندلع. وشو رايكم بهالامسيه الحلوه امسيه الميركزور، خاصه انه السنه عم نحتفل بالدوره ال 15 لامسيه الميركزور؟ نحن كثير مبسوطين انه مشاركين السنه بالميركس، هذا اول سنه انا ورومي بنشارك، واكيد نحن هذا ايفينمون بنفتخر فيه بلبنان، انه يكون في عندنا ايفينمون على هذا المستوى وعم بكرم ناس كثير بتستاهل، واكيد رح تكون سهره كثير حلوه. كي ميرسي كثير، ميرسي، ان شاء الله تتسلوا. ميرسي.
بعدنا معكم مشاهدينا من على الريد كاربت وكارين سلامة. بونسوار. بونسوار هبة. كارين، سؤال، مين رح يقدم اليوم ميراكس؟ عندك فكرة؟ لا، مين قولك؟ بعرف، عم بيقولوا يمكن كارين سلامة. يمكن. أنا وميشيل أبو سليمان الله رد. طيب خبرينا كيفك أنت وميشيل؟ كثير منيح، عملنا ريهرسل سوا. بتعرفي هلا نحن معودين على التقديم، بس قد ما كان مثل ميراكس دور تجمع حفل كثير كبير، فنانين اعلاميين صحفيين، اربع شاشات ناقله الميراكس دور، فاكيد في رهبه للموضوع، بس ان شاء الله يكون خير وان شاء الله يكون وجه خير. وتر شوي شوي صغيرة هلا بيمشي الحال، بس لبنان والوطن العربي بحاجة لهيك حفل، بحاجة لهيك فرح، بحاجة لهيك تجمع ناس تعطي بوزيتيف انرجي للعالم. يعني اخبار بشعة على طول بيأدينا، فبعتقد انه بحاجة نحن لهيك شيء. وانت قمر اصلا. طب وانت الازرق شو؟ نحن اليوم ماشي حالنا، يعني في 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 تناسب بالالوان. زياد نكاد وفادي كطايا الميك اب. ثانك يو كارين، بشوفك جوا. جود لك. رجعنا معكم من تلفزيون المستقبل، ومعي هلا زميله هي حبيبه قلبي. هاي غيدا. هاي هاي لارا حبيبتي. غيدا، معقول يصير في بيناتنا اليوم كونتاكت؟ مش بالالوان، مش بالالوان. بدك تقولي ليه؟ اول شيء بالالوان صحيح، اللون الاحمر نحن بنحبه كثير اثنيناتنا، وثاني شيء لانه اثنيناتنا لابسين من عند نفس المصمم، هالمصمم اللي هيك عن جد يتلبسنا من كل قلبه، جان فارس كوتير، اكيد بنحييه تحيه كثير كبيره. الحمد لله اليوم هيك رح يلاحظوا المشاهدين قديش في صبايا عم يمشوا على الريد كاربت، وتلفزيون مستقبل عم بيكون لابس من عند جان فارس. ان شاء الله الليله تكون هيك مميزه مثل كمان هالريد كاربت اللي عم نشوفه قدامنا مع هالوجوه اللي عم بتطلع علينا شوي شوي، واكيد بكفي استقبالكم الحلو انتم على الوصله. وتلفزيون مستقبل عم يحتفل السنه مع الميراكس دور كمان بعيد الميراكس ال 15، ان شاء الله بينعاد عليهم. عم يكبر هو، نحن قلبنا عم يكبر، وكمان محبه الناس له عم تكبر اكثر واكثر. غيدا انت دائما متالقه، بنشكرك وتفضلي لجوا. بدي استقبل هلا الاعلاميه اكيد مي زياده. مي زياده، انت معودين لك بكل حفله من الميراكس دور، يعني حضرتك متابعه كل سنه عن سنه، وبتعرفي مستوى المتابعين، بتعرفي مستوى الافلام، المسلسلات والاغاني اكيد، فشو رايك وشو رايك بهالمستوى؟ يعني في تطور، كيف حيث المستوى؟ صار له 15 سنه الميراكس دور، الحفل السياحي الثقافي الكبير الفني، وكل سنه عم بيكون التجدد، ان كان بالاعمال، ان كان بالجلامور، ان كان بالسيت اب، ان كان بالاخراج، ان كان بالجمال، وحتى النجوم كل مره عم بيكونوا مجددين حالهم، مجددين اعمالهم، ومجددين شكلهم. وانت رفقتيني بعده مهرجانات عالميه ودوليه بكل بلاد العالم، وبتعرفي قد ايه مستوى حفل الميراكس دور سنه عن سنه عم بيكون بالمستوى اللي بنعرفه كلنا عالميا، وكل مره عم بيكون في شيء جديد. ان شاء الله الليله العالم تنبسط لكل عمل، لكل نجاح، ولكل نجم رح يقطف الميراكس اليوم. وبتمنى لكم سهره حلوه على الفيوتشر. ونحن بنتمنى لك كمان سهره كثير حلوه. ميرسي ماني. ميرسي. فنانة ألين لحود، مساء الخير. مساء النور. ألين، السنة الماضية يور دريس أخذ نمبر 1 صح على ريد كاربت، هالسنة نقيتي نفس الديزاينر أو غيرتي؟ لا، السنة صراحة الفستان منه مخيط، جبته خالص يعني من مجموعة باتلز أند بيرلز، بس أكيد كثير مبسوطة إنه السنة الماضية طلع أحلى فستان، إن شاء الله السنة. لا أنا برأيي أكيد حيطلع كمان من بين العشرة أتليست. لا إن شاء الله. ثانك يو. ألين، اليوم أنت جاية لتكرمي صح؟ فينا نعرف، خبرينا هيك قبل ما تفوتي مين الشخصية اللي رح تكرميها، وعرفت كمان انك حتغني لنا اليوم. اليوم رح كرم شخص مش كتير بعيد عني، هي عمتي بابو لحود سعادة، مصممة الأزياء اللي رح تتكرم على مسيرتها بتصميم الأزياء، ورح شارك بمدلة تكريمي للست صباح ضمن مجموعة أغاني رح أقدمها أنا وزملائي من الفنانين. نعطيك أكيد ونسمع صوتك الحلو. ثانك يو وجود لك. ثانك يو سو ماتش. برجع معكم، ومعي هلا الصحافي الكبير جمال فياض. بونسوار. بونسوار، اهلين. حضرتك بلجنه التحكيم الموسيقيه، بدي اسالك سؤال يمكن صعب شوي، بس برايك مين النجم الاول اللي رح يحضر الليله؟ انا برايي، انا متعصب لشخصين الليله حيحضروا، وائل كفوري اللي عمل البوم مذهل، وحسين الجسمي. كمان حسين الجسمي، يعني مين بيقدر ينكر عظمه الفن اللي بيقدمه حسين الجسمي؟
ومع انه يعني في كثير فنانين كبار وانا من الناس اللي صوتوا لهالفنانين اللي حيتكرموا بعالم الاغنيه والموسيقى، موسيقى مش الموسيقى لانه الموسيقى بتصير بغير معنى، بس انه بالنهايه انا وائل بحبه ومبسوط انه اليوم حيتكرم للمره اللي ما بعرف قد ايه، لانه عم يجتهد على طول على البومه وعلى شغله. وحسين الجسمي كمان يعني بتمنى انه يكون معنا بعده لهلا، على فكره ما بعرف اذا حيفاجئنا وما يجي. يعني كل حالات نحن نضم صوتنا لصوتك استاذ جمال وبندعيك تتفضل على حفله الميركس. ميرسي. المخرج فادي حداد، مساء الخير. مساء. كمان مدامتك. مساء. انت اليوم مكرم من الميركس دور، قد ايه بتعني لك هالجائزة وشو توقعاتك لهالسهرة؟ ان شاء الله تكون مثل كل سنة عم يعملوها، برافو عليهم، حلوة كتير. بعدهم عم ينشروا الثقافة والفن، يعني بقى لبنان كتير فرحان أنا برأيي بهيك مناسبة، كتير حلو عم بيصير، إن شاء الله يا رب يكون لنا نصيب اليوم كمان. بدي اشكر اللجنة، اشكر الفيوتشر تي في، اشكركم كلكم، عاملين شغل كتير حلو، برافو عليكم وعقبال كل سنة يا رب. قد ايه هالجائزة بتحفزك لكل سنة عن سنة تشتغل بعد أكثر وتقدم لنا فيديو كليبات بتطير العقل؟ نحن عم نشتغل لنسلي الناس ببيوتها، بالنتيجة عم نعمل انترتيننج، بس أنا لما ألاقي إنه الناس عم تقدر هذا الشيء وعم بيكرموك هيك حق معنوي كتير حلو، بيعطيك هيك بوتنشل كتير قوي من جوا تكملي وتستمري. يعني بدك تحترم الناس، تحترم الجمهور، عم نعمل شغل كتير حلو، عم نتعب كتير، إن شاء الله يا رب عم نتكافى، كتر خير الله، وإن شاء الله نضل على قد المستوى ونعطيهم شيء حلو، برودكت حلو ببيتهم يحضروه ويتسلوا. ثانك يو كتير، جود لك، ونتمنى لكم سهرة حلوة، تفضلوا. رجعنا معكم مع الإعلامية الكبيرة بولا ياكوبيان. بونسوار بولا. بونسوار. شو هالطلة الحلوة؟ ثانك يو، كلك ذوق ومثلك جان فارس، بدنا نقول له ثانك يو، بنقول له جيرارد ثانك جان، ميرسي كثير على الجولري اللي مضوي الميركس اليوم. بدي اشكر ندى خاتوني على الميك اب، وبدي اشكر جيمي مراي على شعري، ذا ويت لوك، ان شاء الله الناس يكون عجبون. بولا انت منك اول سنة بتشاركي بالميركس، هالسنه شو بتفرق عن بقية السنين؟ أنا أخذت جائزة ميركس، بعرف قد إيه حلو إنه النجوم تتكرم، وإنه أي شخص بيشتغل بهالمجال يحس إنه ناس بتحبه وعم بتقدره، بس السنة بالذات نحتفل بلبنان بوضع هالقد ناس خايفة، ومش بس إنه الناس عم بتجدد ثقافة الحياة، كمان في تهديد كبير وفي تغذية خوف عم نعيشها يومياً. فبعتقد انه وجود كل هالوجوه الحلوه وكل هالناس اللي عامله كل جهدها لتبين باحلى شكل، بعتقد بجدد الثقه بالبلد وبيبين قد ايه لبنان بلد عن جد بيستحق الحياه وبيمارس العيش الحلو الكريم يوميا. وبعتقد هالرساله لكل العالم اللي عم يترددوا هالصيفيه انه يجوا على بيروت، نقول لهم انه عندنا ما في شيء غير اشياء حلوه، ووضع الامن صار له زمان مستتب يعتبر واكثر، وان شاء الله نشوف سياحه ونشوف لبنان عم بيعجب الناس اللي بحبوه من جديد. انا بضم صوتي لصوتك بولا وبدعيك تتفضلي على الحفله. ميرسي. بدي استقبل حد الممثله اكيد كريستين والنائده السينمائيه جوزيفين حبشي. كريستين شويري، بونسوار. كيف كانت اعمالك السنه؟ شفناك بعده اعمال، فكيف كانت كل هالتجربه يلي خطيها السنه؟ يعني هي تحضيرات اكثر السنه رح تكون للاعمال اللي رح بلش فيها قريبا، يعني من هون لشي جمعتين.
كل شيء منيح، كل شيء عم يتحضر بطريقه صح، وبتشوفوا الاشياء الجديده السنه الجايه. حضرتك ممثله وايضا من لجنه التحكيم، ف كتاب كمان وراح ينزل ب 18 الشهر. فشو رايك بس بالاجمال بالمسلسلات اللي عم بتصير بالافلام اللبنانيه اكيد اللي عم نشوفها؟ يعني السنه كانت في افلام كثير حلوه بصراحه على مستوى كثير عالمي وكثير عالي، وبتمنى انه كل التجارب اللي عم نخوضها سينمائيا توصل لانه السينما تصير احسن واحسن عنا. جوزيفين شو رايك بمستوى السينما اللبناني؟ يعني حضرتك خاصه انه انت ناقده يعني سينمائيه معروفه كثير بالمجال، فشو رايك كان بالمستوى السنه نسبه كمان للسنوات الماضيه؟ طبعا في افلام بتعرفي الفو دي تو بور فير مود، في افلام تجاريه وفي افلام جاده اكثر. السنه الحلوه بالميركس انه الميركس عم بكافي افلام جاده، يعني الافلام الفايزه هي افلام جاده، وان شاء الله على طول انه الافلام الجاده اللي بتلامس الجمهور العريض والنقاد، الافلام النخبه الجمهور النخبوي هي اللي تتكرم وتوصل وتاخذ جوائز. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو. اوكي بريك صغير وبنرجع معكم مع امسيه الميركس دور بدورتها ال 15.